شهد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين مبادرة دوم الفرح ضمن مبادرة مؤسسة حياة كريمة. وتهدف مبادرة دوم الفرح لتجهيز 100 عروس من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة ودور الأيتام ومن الأكثر احتياجا بعدد من مراكز المحافظة. ضمن مبادرة مؤسسة حياة كريمة، شهد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين مبادرة يدوم الفرح ضمن مبادرات مؤسسة حياة كريمة لتجهيز 100 عروس من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة ودور الأيتام ومن الأكثر احتياجاً بعدد من مراكز المحافظة، وذلك عقب إجراء بحث اجتماعي عن الحالات وتحديد احتياجاتهن وتوفير الأجهزة الكهربائية للعرائس فضلاً عن بعض الإعانات. فعليا المعنية بتجهيز 100 عروسة من المستحقين من أهالينا اللي تم عمل بحث على الحالات بتاعتهم كونهم أكثر استحقاقاً. طبعاً بطبيعة الحال المبادرة غرضها أن احنا نلمس احتياجات أهالينا بشكل واقعي على أرض الواقع، وبالتالي تم استخدام متطوعينا الموجودين في مركز قلين. العرايس اللي موجودين هنا النهاردة احنا نزلنا دورنا عليهم في كل العزب وكل القرى علشان نقدر ان احنا نجيب فعلا اهلنا من المستحقين علشان كلنا يعم علينا حياة كريمة. قطار يدوم الفرح وصل كفر الشيخ بتجهيز 100 عروسة من اخواتنا بنات كفر الشيخ. راعينا في العرايس دي زي ما بنراعي في كل مبادراتنا يدوم الفرح في كل المحافظات، ان احنا نكون يعني يقع الاختيار على الاكثر استحقاقا. بنغطي كل مراكز محافظه كفر الشيخ، واخدين من الحمول، من قلين، من الرياض، من دسوق، من كل مراكز كفر الشيخ تقريبا في عرايس ممثله. تضمنت الاحتفاليه عددا من الفقرات لفرقه كورال جامعه كفر الشيخ، واستعرضت مقرر فرع المجلس القومي للمراه بالمحافظه فعاليات المجلس القومي للمراه بالقرى بالتعاون مع مؤسسه حياه كريمه. احنا سعداء جدا بتطوعنا ومشاركتنا في حياه كريمه، لان هي بصراحه حاجه مفيده جدا لاهالينا في المركز والمحافظه كلها. منظمين مؤتمر كبير جدا بنساعد فيه العرايس اللي هي محتاجه. طبعا حياه كريمه بحب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بيدعمنا وقدر ان هو يوفر لنا كيان كبير زي حياه كريمه عشان نساعد الاهالي. الواحد بيكون مبسوط فعلا بانه شايف اللي حواليه كلهم مبسوطين. عايز اقول بس كلمه بسيطه، احنا طول ما احنا متطوعين في مؤسسه حياه كريمه احنا جنبكم، ودايما اي حد بيكون محتاج اي حاجه احنا اول ناس بنكون معاه وبندعمه وبنحاول نوفر له الحاجه اللي هو محتاجها. جهد كبير استحق ثناء القيادات التنفيذيه بالمحافظه، لا سيما مع تعدد المبادرات التي اطلقها القائمون عليها بالمؤسسه لمساعده الأسر الأولى بالرعاية، والتي ترجمت الأفكار الاجتماعية لواقع على الأرض.